مرحبا بكم، صحة شربتكم. الليلة باش نحكو حكاية على المهبة نتاع العيد. العيد الصغير كما تعرفوا الصغار كلها درك تستنى في المهبة. كنت صغيرة، كنت وقت اللي تجي المهبة نمشي لبابا ونقول له يا بابا هات المهبة لهنا حطها لي في السطوش نتاعي. يا بنتي عيدي يا بنتي خلينا نخرج وناكلوا الحلو ونشربوا القهوة نستقبلوا الناس، نقول له شي شي حط لي المهبة لهنا. علاش المهبة؟ خاطر عشت في عائلة كلهم يحبوا السينما، وكان وقت العيد يجيبوا لنا دو غران فيلم. فك ثلاثة أيام تاع العيد، العيد والثاني عيد والثالث عيد، الفليسات تاع المهبة كل تمشي في السينما. كانوا يجوع مامتي ويجوا أهل بابا وأهل أمي، نسلم عليهم وضرك نستنى فك المهبة نتاعي وقتاش ناخذها. أيا كبرت، عمري يعمل 15 سنة كيكة، طاحت بربك والمكتوب وقت العيد هذاك فيلم تاع دراجولا. وشكون ما عرفش دراجولا؟ أيا باهي، الفيلم هذا اسمه دراجولا الفامبير نوار. بريا نجيت تجري ما بين أصحابي، عاد عندي أصحاب بلوز موا كبار بنات نمشي نوياهم. هاي سيدي ديما نركب، يا ربي ندخل للسينما نمشي بالكون، فما زوز بقايع في البالكون ديما نقعد ني وصاحبتي. هاي سيدي بدينا نتفرجوا في الفيلم، بدي الفيلم وبدت تعال وبدا سيد رجل عاد يخرج في سنيه وبدا يعض في العبيد وبدا الدم خارج وبدا اللي عض وتطلع له سنيه برا. عاد وين ياك التلعه وين ياك الفجعه، وناس شاده في صاحبتي باش تطير لها حوايجها. روحت للدار، روحت للدار ما بينات البيت اللي نقعدوا فيها الكبيرة والكوجينة عنا وسط دار. هما تقول لي ها بنيتي باري يمشي سخني لنا العشاء ما عادش بكري، ونقولها خلي تو نمشي نوياك. يا بنيتي هاني دخلت في وغطيت سقايا بالبطانية، نقول لها نمشي كي نخرج شوي ونوصل بحنا الكوجينة ونرجع نجري. تقول لي يا بنتي اش بيك؟ انا جيت اش بيك؟ نقول لها ام خايتي دراجي لا مش يخرج لي. يا بنتي وشنية هاللي تقولي فيه وشنية اسمه؟ اما راهو غولة غولة ذي يخرج هذا، وعليش عطيك بايك الفلوس تمشي تتفرجي لي في الغولة وتجي تقولي لي ليه ما نمشيش؟ ها ملا عيلة قالت لي وملا عندي ولاد وملا مرة خيوتك يرجعوا يضحكوا، ودرك نلقيهم يضحكوا وحدهم، درك نكلم فيهم لا واحد راد عليا. واحدة تيل عاود تقول لي الغول مش يكلني، ما تمشيش تسخن العشاء مراه قدك، عيبة ذي. ها هذي هذي السينما وش عملت فيكم؟ هذي سينما. وقولش حديت من السينما؟ ما حديتش من السينما، نمشي كل ما تتاح لي الفرصة مع أخواتي نمشوا في الليل نتفرجوا في السينما. السينما سيرتا هو جزء من حياتي، هو جزء من ذكرياتي، هو جزء من ذكريات جماعة الكيف الكل واللي جاي للكيف الكل. وإن شاء الله نحكي لكم على سينما سيرتا مرة أخرى ومرة أخرى
وما توفيش حكايته. تصبحوا على خير وإن شاء الله في حكاية جديدة.